مسلسل مواجهة، شنو سبب الأكشن اللي صار بينك وبين باسم؟ قيل إن أنت اللي تقدرين تنفينه، أو إن باسم قال ما في دور حق محمد في أوكي. المواجهة، أوكي. وأنت طلعتي في سنابات قلت النص موجود على الطاولة عندي. لا 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 غلط، مو كذي. هو الناس كان لي وأنا قريته، والدور ما عجبني وايد. فأحد المتابعين سألني هنادي، صدق أنت اعتذرتي عن المواجهة؟ يعني ما راح نشوفك بالمواجهة؟ قلت لهم إيه، النص كان عندي وقريته واعتذرت عن النص، والنص كان هو مقطوط عندي بالصالة. أنا من الناس اللي لما يجون يبي يدزون لنا النصوص يقولوا لي تبينا ندز لك اياها على الايميل ولا ورق؟ اقول لهم لا، ابي ورق، لان انا اشخبط وايد، وفي مشاهد احطها بين قوسين واحط لها الوان، اسوي خريطه خريطه. فقلت لهم لا ورق. بس ما حسيتي كلمه مقطوط انا عندي هذه غلطه؟ قالتها عفويه غلطه. انا قلت مو غلطه، انا قلتها عفويه، مثل لما تين تقولي لي تبيني سكان شاب، اقول شكاية سكانتي مقطوطه على الطاوله الحين ما خلصتها. لفظيا قلتها عفويه، يعني بسلوبها. مو المقصد ان النص طايح حظ. لا لا لا، بس في ناس مشتغله وياه محمد الكندري، مشتغله وياه. إيه بس انا لما جيت قلتها، بس اللي يبي يبي يصطاد الماي العكر يصيد كل شيء، يقدر يفسر كلمتك من الى. بس كيفهم هذا شيء راجع لهم، خلي يفهمونه مثل ما يفهمونه. انا دائما اقول ما تحبين التبريرات؟ لا